تواجدي لتوقيع مذكرة تعاون في أسس عديدة. إحدى هذه الأسس هو كيفية التكامل في رفع الوعي البيئي لدى المجتمع، وكذلك التعاون في إثراء مدينة أو منطقة عبدالله السالم في الطرق الحديثة لتحويلها إلى منطقة أو مدينة بيئية وصحية عالمية، تسجل عالميا يكونها اليوم فيها جميع الروافد اللي تساند على هذا الدور. إن شاء الله بعد توقيع هذه المذكرة سنستطيع التكامل مع الإخوان مختار الضاحية والإخوان أصحاب فكرة المدينة الصحية في ضاحية عبدالله السالم. أشكر أخوي فيصل لقيان على 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 مجهوده الكبير في المنطقة، وإن شاء الله مستمرين في دعم مثل هذه المبادرات الهادفة البيئية بإذن الله.